بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 91. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. السؤال الأول في هذه الحلقة من المرسلة السناء محمد من مصر، تقول: أنا امرأة كبيرة وغنية بحمد الله، وعرضت الحج على زوجي أكثر من مرة فرفض أن أحج دون سبب، وعندي أخ كبير يريد الحج، فهل أحج معه وإن لم يأذن لي زوجي، أم أترك الحج وأمكث في بلدي طاعة لزوجي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، وهل من نصيحة توجهونها له لعله يأذن لي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا استطاعت الحج على نفقتها ووجدت محرما يذهب معها، فإنه لا يجوز لها أن يمنعها من أداء الفريضة. أما حج النافلة فله أن يمنعها منه، فلا يجوز لها أن تخرج في حج النافلة إلا بإذنه، فإن لم يأذن فإنها تبقى، هذا من حقه عليها. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسل محمد علي من الزلفي يقول: حججت بنسائي وانضمت إليهم عجوز لا محرم لها، أنفقت عليها حتى أدت مناسك الحج ورجعت إلى بلدها وهي مع نسائي، هل يلحقني إثم في ذلك؟ وماذا على تلك المرأة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لا للحج ولا لغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وفي الحج يقول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يغزو مع الجيش وأن امرأته خرجت حاجة، فقال: اذهب فحج مع امرأتك. فلا بد من وجود المحرم، وخروجها مع جماعة من النساء لا يكفي عن وجود المحرم، فهي آثمة بحجها بدون محرم، سواء كانت صغيرة أو كبيرة لعموم الأحاديث، ولكن حجها صحيح. إذا أدت المناسك فحجها صحيح، لكن مع الإثم، فعليها التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل. أحسن الله إليكم. المستمعة أم نورة من الرياض تسأل عن استعمال المرأة حبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج، ما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك ما لم يضر بها بصحتها، فإن كان يضر لصحتها فإنه لا يجوز لها استعمالها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إن كانت هذه الحبوب تمنع عنها الدم في وقت محدد لأجل أن تحج، لا بأس بتناولها، وحجها صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. المرسلة حاء ألف ميم لها سؤالان، تقول في أولهما: في حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تقول: أرجو من سيادتكم شرح كيفية الصدقة الجارية والاقتراح بأوجه ممكنة يمكن أن تكون صدقة جارية، لأني أريد أن تكون هي عملي الباقي بعد موتي إن شاء الله، ولا أعرف ما أوجه الصدقة الجارية، جزاكم الله خيرا. الصدقة الجارية هي الوقف الذي يصرف ريعه في وجوه الخير، هذه هي الصدقة الجارية، سميت جارية لأنها يستمر نفعها بعد الوفاة. يعني ينبغي لهذه المرأة أن توقف وقفا مما يغل ويثمر كل سنة، وأن تجعل غلته في وجوه البر، من إطعام المساكين كسوتهم، ومن تأمين المياه للشرب في المساجد وعلى الطرقات، وعمارة المشاركة في عمارة المساجد، وغير ذلك من وجوه الخير. أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الثاني: في حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. تقول: هل إذا طلبت الطلاق لظلم زوجها لها من الريبة والشك فيها وفي أخلاقها أو توجيه اتهامات لها في عرض
مرضها وإحساسها منه دائما بالترقب والتجسس، أليس هذا عذرا شرعيا؟ وماذا تفعل الزوجة كي ترجع ثقة زوجها بها؟ وهل إذا كان شديد الغيرة عليها كيف تتعامل معه مع العلم بأنها تضطر إلى مخالفته في أوقات الغضب ويضيق صدرها بعصبيته فتعانده في بعض الأمور الخاصة بالزواج ولكنها تعود فتندم تقول: فماذا أفعل بالله عليكم؟ ومتى يباح للزوجة طلب الفراق دون ما بأس؟ جزاكم الله خيرا. أولا عليها بحسن العشرة مع زوجها والصبر على ما تلقاه منه من الكلام الجارح أو تصرفات غير اللائقة، عليها بالصبر والاحتساب ولها الأجر في ذلك وحسن معاشرته ومقابلة السيئة بالحسنة، هذا هو الذي ينبغي لها. وإذا لم تفعل هذا وكان يؤذيها ويشق عليها فلها أن تطلب الطلاق من أجل الاستراحة من شره، ويرزقها الله خيرا منه، وهذا من الأسباب التي تبيح لها طلب الطلاق لإزالة الضرر عنها. والحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، بهذا الشر. أما إذا كان هناك سبب ومبرر لطلب الطلاق فلا حرج عليها في ذلك. نعم. مثل ماذا يا شيخ؟ بعض الأزواج قد يدلي بهذا على زوجته أنه لا يجوز لها طلب الطلاق، فهل لكم أن تذكروا ببيان؟ ليس على عمومه. نعم. ليس لها طلب الطلاق من غير بأس، الحديث مقيد هذا، من غير بأس إذا كانت الأمور صالحة وهو مستقيم ويحسن العشرة ولا هناك سبب من قبله فإنه لا يجوز لها طلب الطلاق. أما إذا كان هناك سبب اقتضى منها طلب الطلاق لإزالة الضرر عنها من تصرفاته وأقواله فلا حرج عليها، قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. وإن كانت تجد مثلا ميلا عنه أو نفورا في قلبها، هذا سبب كافي؟ عليها أن تصبر، وربما يتبدل الحال تزول هذه الكراهة، ربما يتبدل الحال وتزول هذه الكراهة، قد تكون مبنية على سبب ثم يزول هذا السبب أو تتغير القلوب والأحوال، هذا له وقت. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، فعليها بعدم العجلة. نعم. فإن رأت أن هذا لا يستطيع ولا يجوز لها طلب الطلاق أو الخلع إلا إذا رأت أنها لا تستطيع إقامة الحدود، حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. يعني إذا صبرت ورأت أنها لا تصلح معه لها أن تطلب الفراق. نعم. إما بدون عوض وإما بعوض والخلع. نعم. أحسن الله إليكم. مستمع للبرنامج من اليمن محافظة أبين له عدد من الأسئلة، يقول في أولها: هل يجوز أن تخطب، بل يقول: هل يجوز أن نخطب بالخضاب الأسود فوق صبغة الشعر، وهل يمنع الوضوء إذا كان؟ الجواب نعم. ما نصيحتكم لنساء يخطبن به في هذا الزمان بكثرة؟ أولا، تغيير لون الشعر لا يجوز إلا في حالة ما إذا كان شيبا، الشيب يغير لكن بغير السواد الخالص، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وتجنبوا السواد، فيغير بدون السواد كالحنة والكتم غير ذلك من الألوان التي ليست من لون السواد الخالص. وأما غير الشيب فإنه لا يغير لأنه لا داعي لتغييره لكونه على خلقته الجميلة وهو أسود من الأصل كما خلقه الله، فلا داعي لتغييره، لأن بعض النساء تغير لونها ليكون مثل لون الفرنجيات، هذا من التشبه. بسم الله السلام. هذا من التشبه بالكافرات، هذا من ناحية التغيير والتفصيل فيه. أما من ناحية وضع شيء على الرأس يمنع وصول الماء مع الوضوء والاغتسال إلى الرأس، إذا كان هذا الشيء يتجمد ولا يخترقه الماء ولا ينزل إلى الشعر فإنه لا يجوز، لأنه يمنع وصول الماء، كما إذا كان يتجمد هذا الشيء فوق الرأس ولا ينفذ منه الماء فهذا لا يجوز لأنه يمنع الطهارة. أما إذا كان هذا الصباغ المأذون به شرعا لا يمنع الماء كالحنة والكتم والأنواع التي هي تغير الشيب ولا تمنع الماء فهذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. الأخوات ابتسام وقمر محمد عبد الله مقروم من اليمن محافظة أبين لهما سؤالان، يقولان في الأول: هل يجوز أن نبيع شيئا ب300 ريال حاضرة و300 ريال إلى نهاية الشهر، هل هذا يعتبر من الربا؟ يجوز أن تبيع الشيء بثمن مقسط. الحمد لله. بثمن مقسط، قسط حال وقسط مؤجل أو أقساط مؤجلة. أما إن كان المراد أنهم يبيعون السلعة بقيمتين، حاضرة أو مؤجلة، مؤجلة بكذا أو حالة بكذا، فهذا بيع غير منعقد، هذا بيع غير منعقد لأنه لم يجزم بأحد الثمنين،
قد قال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نعم أحسن الله إليكم. في سؤالهم الآخر يقولان: إذا عثرت على ذهب ولم أجد صاحب الذهب ماذا أفعل؟ عليك أن تعرفه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف علامات الذهب والصفات الفارقة له عن غيره، ثم تنادي عليه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به. النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الحكم للقطة. نعم أحسن الله إليكم. المستمع ميم خاء يقول: من حج وهو يصلي ثم ترك الصلاة بعد ذلك هل يبطل حجه الأول؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إن تاب إلى الله لم يبطل حجه على الصحيح، وإن لم يتب واستمر على ترك الصلاة بطلت جميع أعماله من حج وغيره وصار مرتدا. نعم والمرتد الردة تبطل الأعمال. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. وترك الصلاة متعمدا ردة عن دين الإسلام. ماذا يبقى من الإسلام إذا تركت الصلاة؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال آخر: ما الاستطاعة بالنسبة للحج؟ الاستطاعة كما بينها ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية هي الزاد والراحلة. الزاد يعني النفقة التي ينفق على نفسه في سفر الحج ومتطلبات الحج، وأيضا يكون عند عائلته ومن يعولهم ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم، هذه الاستطاعة المالية. والاستطاعة البدنية أن يكون قادرا على مباشرة الحج بنفسه، فإن كان مريضا أو عاجزا مستمرا كالكبير الهرم والمريض المزمن، فهذا إن استطاع الفريضة بنفسه، وإلا وكل من يحج عنه. لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع ثبات على الراحلة أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. أما الذي عنده عجز مؤقت فينتظر حتى يزول ثم يحج. المستمع أحمد عبد الله من الرياض له سؤالان، يقول في أولهما: هل يجوز الحج عمن مات وهو لا يصلي؟ إذا ثبت أنه مات وهو لا يصلي فإنه لا يحج عنه لأنه غير مسلم، والحج إنما يجب على المسلم. نعم. في سؤاله الآخر يقول: هل يجوز للولد أن يحج فرضه من مال أبيه إذا كان ماله لا يكفي للحج، أو الذي ليس عنده مال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا أعطاه والده ما يحج به أو يكمل ما يحج به، أو أعطاه غير والده، إذا أعطي مالا يحج به فإنه يلزمه الحج لأنه صار مستطيعا، لكن لا يحج من مال والده إلا بإذنه. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع ألف ميم حاء يقول: قرأت في كتاب الأذكار الإمام النووي أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب منها شيء ولا يعتد به حتى يتلفظ بها الذاكر بحيث يسمع الذاكر نفسه، فهل معنى ذلك أن الإصرار بالذكر أو الذكر بتحريك اللسان فقط لا يحتسب، خاصة إذا كان الإنسان قد اعتاد الذكر سرا ومن الصعب عليه الذكر بصوت عال مسموع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما قاله النووي رحمه الله صحيح، لأن الذكر لا يسمى ذكرا إلا إذا تلفظ به بلفظ يسمع به نفسه، لأنه لا يصير كلاما إلا بذلك. أما حديث النفس والذكر في القلب فهذا لا يسمى ذكرا، لا يسمى ذكرا بالأذكار التي ورد أن الإنسان يقولها، الأذكار القولية. أما الذكر بالقلب وهو الاعتبار والتفكر وخشية الله ومحبته، هذا عمل قلبي، عمل جليل، لكن الأذكار القولية لا بد من التلفظ بها وبقدر ما يسمع نفسه، وإن رفع صوته بذلك فهو أحسن، من أجل أن يشهد له من سمع صوته من الكائنات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: هل يمكن للإنسان قراءة كتاب أو عمل شيء ما في أثناء سماع القرآن الكريم؟ لا، قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فيقطع الأشغال والحركات ويستمع لكتاب الله حتى يحصل على رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. في سؤاله الأخير يقول: لكن الحركات اليسيرة التي لا تفوت عليه تدبر القرآن لا بأس بها، أما الحركات الكثيرة والأشغال الكثيرة التي تحول بينه وبين تدبر كلام الله وإحضار القلب له، إن هذا لا يكون له أجر المستمع للقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: معي ذهب يقدر ب7,000 جنيه مصري وأستعمل أحيانا بعضه والبعض الآخر وأتركه، فما الزكاة الواجبة علي
الفدية فيه جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك ربع العشر، الواجب عليك إخراج ربع العشر، اثنان ونصف في كل مئة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسلة نورة عبد الله تقول: هل يجوز للمحرمة لبس النقاب والقفازين والشراب، وهل يجوز لبسها لها بعد التحلل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لبس البرقع والنقاب أو القفازين من محظورات الإحرام، منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب، يعني تلبس النقاب وأن تلبس القفازين، هذا من محظورات الإحرام، فإن فعلته متعمدة فعليها الفدية وعليها إزالته في الحال، وتغطي وجهها بغير النقاب وبغير البرقع، وتغطي كفيها بغير القفازين، بل بعباءتها أو بثوبها إذا كانت بحضرة رجال غير محارم، فإن لم تكن بحضرة رجال غير محارم فإنها تكشف وجهها وكفيها. نعم. المرسل عبد المجيد عبد الله من الرياض يقول: ما معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج؟ الرفث هو الجماع ودواعيه، والفسوق هو المعاصي، سميت فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله، والفسق هو الخروج عن طاعة الله، والجدال المراد به الممارات والمخاصمة، وهي على نوعين: الجدال الذي يثير الأحقاد وينشر البغضة في القلوب وليس له فائدة دينية، هذا لا يجوز لا في الحج ولا في غيره، لكن في الحج أشد لأنه يشغل عن أداء المناسك. وأما الجدال الذي لبيان الحق والدعوة إلى الله عز وجل ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن، فهذا مطلوب لأنه خير. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة أم مساعد من الدمام تقول: إذا أرادت المرأة أن تحج لكن لم تجد محرما ولا مالا، هل تكون من الذين لا يستطيعون إلى الحج سبيلا ولو طال ذلك السبب حتى الوفاة؟ بلا شك. وهل عليها شيء في ذلك؟ لا. وهل يجوز لها أن توصي بالحج عنها، أي حج الفريضة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الذي لا يستطيع الحج إما لفقره وإما لعجزه البدني هذا لا يجب عليه الحج، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن من استطاع بماله ولم يستطع ببدنه، وعدم الاستطاعة مستمرة معه لا يرجى زوالها، فيوكل من يحج عنه لأنه قادر على الحج بالمال، فيوكل من يحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ونحن نتلقى أسئلتكم على عنوان برنامج المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة برنامج نور على الدرب. وفي الختام هذه تحية من زميلي بخيت الدوسري من هندسة الصوت، والسلام عليكم.